لي غلامور زوينات. الوغ اليوم غادي نصور لكم لي موديل اللي عندنا في لا نوفيل كوليكسيون في مراكش. طبعا كنديروا لا ليفريزون بارتو في المغرب. اي حاجه عجبتكم سواء من لا كوليكسيون اللي كنحط في كازا او مراكش غير توصلوا مع لو نيميرو اللي كنحط لكم اشاك فوا. فمثلا هاد البيسه هادي ما كايناش في كازا ولكن كاينه في مراكش. لا طاي اللي لابسه انايا السمول كما كتشوفوا عرضها لي شويه، مي انا ما بقيتش كنلبس تا سمول وليت كنلبس اكس سمول. ف هذا سي ان انصومبل لو بونطالون كيجي هكا تري لارج مع لو او ديالو اللي كيتعقد من هنايا. سي جوست مانيفيك البيسه. طبعا كتبغي لي طالون، شوفوا شوفوا لي توب. كميمات فريمون جادور. الوغ شحال غزاله تكوني مسافره وتجي تلقاي شي كادو بحال هكا زوين من عند صاحبتك فن الفرع تلفا رائع. الوغ انا نحلو نشوفو كادو بجوج، ماشي بجوج كان حبيبتي مين. انا جوستي قلت لها كان عاجبني واحد اللعيب كنعرفها. اوه يا اختي يا اختي على صاحبتي شوف ميرسي ميك بيتي جي ادوري. هانتوما انا صحابكم ندرح دوك اللي كيجلسوا يديروا ليا كتهزي ندرح. انا ما كنلبسش ندرح وصحاباتي ما كيهزوش ندرح. حلو غلامور. الوغ شوفوا واحد لادريس اللي ضروري ما نبارطاجيها معكم اللي هي بوكا لو ريستورون بوكا. ماشي جديده، فهي اللي كانت تابعه بوكا باي كاتسوغا، هي اللي كانت تابعه لكاتسوغا. فبوكا هكا كتكتب البنات سي الميور ادريس اللي غادي تقدروا تاكلوا فيها لي سوشي في مراكش. خلوني اتلدد وارجع لكم لي غلاموغيت. الوغ جيت نعاود نصور لكم غلاموغ بوتيككم المفضل في مراكش، طبعا من البوتيكات الجميله التي تتواجد في مراكش. ف خلوني نصور للناس اللي ما كانوش حاضرين ناظرين معنا في لوفيرتور ولا في المحل. شوفوا لي شوفوا لي هذا الفرع الفرعي اللي خلات صاحبتي بايزيزه. شوفوا لي هذا الزاز، شوفوا لي المنطوف الموف كي داير كيحمق. درت لكم مع هذه اللبسه هذه فريمون. الوغ المحل البنات ها انتما عندي هنايا لا ديكوراسيون وهاد لا طابل مخوده من عند بوبين افيك سو مانيفيك طابلو. طبعا انا كاكتوس مراكش ما كتخلينيش بلا ما تحط لي اون بيتيت توش ديالها. وكذلك عندنا هنايا هاد البوفه اللي صاوبها لي خويا زي العابدي هنايا. طبعا دروج بوغ الي عند لاكسي. الوغ هنايا عندي لي شوسور داكوغ. هنايا عندي لي رونجمون ديال لابوتيك. هنايا عندي لي مانكان، شوفوا لي هاد الزاست الفرع ديال الفروعي مع لي باسكيت. صراحه سي مانيفيك. انا جادوغ ما بوتيك، جادوغ مي بوتيك. الله يخليكم تبارك الله ما شاء الله. وهذا بفضل الناس الزوينه حتى هما اللي في حياتي هانتوما. انا هي هادي كنت في الحقيقه انا هي هادي. فهادي من عند بوبان المغازا شرف عليها اركيتيكت. انا غنحط لكم سميتو امين. شوفوا لي المحل بيان سور عاش الملك ودائما حاضر في بقوه في داري وفي المحل وفي كلشي. انا باسكو جادوغ جادوغ. هنايا كوتي فينتيج وهنايا لا كابين دي سياج. فانا غادي نشد لكم المغازا من هنا. ف لا ميم شوز كاين عندي في كازا. فوالا بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي صوروا لنا المحل ديالك فهو هذا المحل المتواضع. كنتمنى يكون عجبكم لا ديكو وعجبتكم عجبكم المحل وبزوات. الوغ من بين لا كوليكسيون اللي عندنا وجات جديده هاد لو او، شوفوا كي داير
صراحة هذه جوست مانيفيك. أنا ماريتو بأن كولون وبهاد لي باسكيت جا كيحمق بصراحة. كذلك عندي هاد لو أو هذا تا هو يلاه وصلنا. عندنا دي سانتور وعندنا هاد لي بول دابا لبسهم ونوريهم لكم اللي طارو تبارك الله توب دي توب. اي سو مانيفيك جينز. صباح النور البنات. الوغ اول حاجه لبسه ديالي قبل ما تسولوني عليها من عندي في مراكش ماشي في كازا. لا ليفريزون بارتو في المغرب كما كتشوفوا. ها انتم شوفوا البوزه كيفاش دايره. كاينه عندي كاينه عندي 3 كولور. كاين هاد لا كولور وكاين لو روز وكاين واحد لورانج ماشي لورانج كاين لورانج التشيني داك اورانج الغامق زوين اورانج ديفر. الوغ هادي من جهه ان شاء الله اش بيوقع غادي يكبر غادي يكبروا. شوفوا صابت تشوفي راكسي شوفوا غادي يكبروا شوفوا مانيفيك بياب حيد هذا الفلتر بياب بون الفرا ما شادش فيهم فلتر رونفورسان ودوري دوي عارفك دوي الزين عارفك. شوفوا البنات حيد هذوك الضفار المسخين اللي كانوا. انا ما كيعجبونيش الضفار باسكو كنخدم لي كنخدم كيتهرسو لي الضفار و بلي التكستيل كيكون مسخ افوس انا كتدوزي نهار كامل بالتكستيل. فهادو هما الضفيرات اللي كيعجبوني انايا فوالا. دابا عجبتكم عجبتكم هادشي هذا كله في بيلونج. ابخي انا غادي نحط لكم لاباج ديال بيلونج بالنسبه للناس اللي كيبغاو اللي ما عارفينهاش واللي عارفين راه مراكش راه عارفين بياب ياك بياب بياب بياب. بغيت كتفرج فيا كوكو الكلامور غاد. الوغ سمعوا ليا بعدا اول حاجه بغيت نقول لكم ماشي اي حاجه كنبارطاجيها معاكم ولا كتشوفوا اشاك فوا لو تاغ كتزابيو وكتفلتو عليكم همزات اللي كنجيبهم لكم راه بزاف تنوبات. حتى انا كنتعاون مع لي ديكونط ومع ناس وكنجيب من عند ناس ديكود برومو اللي بعد النوبات انا جو في دي تروك جوست بوغ لي غلامورات. هادي حطوها في راسكم باش نكونوا متفاهمين على هاد النقطه هادي. يعني ما غاديش ما تشوفوش الكونط انني اشاك فوا جو بارطاج ان تروك ولا شي ريستورون. هادشي علاش انا ما بقيتش كنكثر بزاف لي طاك. راه ممكن انا نوريكم اشنو كاين في مراكش بالشاده والفاده بالسواقات بالحوانت بلي ريستورون بهادي بداكم نطلع لكازا تانو نخمل الدنيا ونطلع طنجه ونخمل الدنيا اكادا نخمل الدنيا. ولكن الناس ولاو كتكون عندهم واحد الفكره سي ترو دو سي ترو دو بوبليسيتي. حاجه وحده اللي اللي الناس ماشي غالطين فيها سي كو انا جو سوي بلوغوز اوكي انستغراموز الا بغيتو انفلونسوز. الا لا انا وحده اللي كتبارطاجي معكم دي شوز اللي انا خدامه من هذا الشيء هذا كنبارطاجي معكم ديالي ديال الناس. كنحاول نجيب لكم لي كود برومو كنحاول نجيب لكم الهميزات كنحاول نجيب لكم في ديفيرون سيكتور في التجميل في الطبي في الحوايج في الماكله في لي زوفر في الشعر في المكياج في كل شيء. يعني بقدر الاستطاعه ديالي وبقدر لونجاجمون مع الناس وبقدر اشنو انا نقدر عليه. فيعني ما تزابيوش لي ستوري اللي كنحط لكم صنتوا لي ستوري اللي كنحط لكم وشوفوا اشنو كنحط لكم. حيت فريمون بحال دروكا اليوم اشنو جبت لكم جبت لكم واحد لوفر اللي كاملين كنقلبوا عليه بزاف الناس كيقلبوا عليه. يعني واحد الحاجه اللي انا راه والله ما كسب يعني ابار انه بغيت البنات يستغلوا فرص نتاع شي كود برومو ولا جبدو ولا شي همزه ولا شي حاجه جبتها لكم انايا. ديما كنجيب لكم معايا الجديد. دابا غادي ندخلوا صلب الموضوع. الو دابا غادي نعاود ندير لكم لي ستوري واللي اللي بغى يعرف بلوس دو ديتاي نتاع هاد لا ستوري يشوف اللايف الاخر اللي كاين في لاباج. انا جبت لكم واحد السيده من اليوم اللي عندها ان دي بلو غرو صالون كيدير لي زيكستونسيون تما ديزين عندها كاع لي بلوغر كاع لي ستار كاع الناس معروفه بزاف في اليوم. انا غادي نحط لكم لاباج ديالها. هاد السيده هادي بغات تحل ان شاء الله الصالون ديالها هنا في مراكش. الوغ اون باراليل اشنو كدير
الريكولت ديجا لا كليونتيل باش يعرفوها الناس خصها تعرف. هادي سا سابيل دو ماركتينغ. اوجوردي حنا في واحد الحاجه في واحد العالم نتاع كلشي كيمشي بالاشهارات بس الناس يعرفوا الناس يبغوا تقداو من جورهم ما بغاوش يمشيو يخرجوا الناس بغاو يشوفوا من جورهم ما بغاوش يمشي يتفرجوا. واش فهمتوش بنقول لكم يعني هذا عالم خلينا من العالم الاخر اللي من لي زابليكاسيون من واش فهمتوش بغيت نوصل لكم. هادي من جهه اخرى البنات. دابا غادي ندخل للموضوع ديامون بيوتي ولا ديامون بوتي. هذا سي تان صالون كما قلت لكم في ليون جات سيده الفاس انستالي ا مراكش اي تو اون ا في واحد لوفر 100% غلامور ديال 3000 درهم دي زيكستانسيون 150 غرام 3000 درهم 150 غرام وليو 4500 درهم افي كاش فيها 3000 درهم فيها لا ديبوز ديال شي اكستنسيون الا كانت عندك انت قديمه ولا بوز ديال الاكستنسيون ديالك يعني لا بوز راه داخله ب 3000 درهم. شحال الطول ديال هاد الشعر 50 سنتيمتر شحال الغرام 150 غرام شحال فيها من ستيكرز فيها 30 ستيكرز يعني اوتو نورم يعني انت غادي تكسبي اي شعر زوين اي شعر ناتوريل 100% حاجه وحده اخرى. قلت لها انا بحكم انه البنت جايه كي 4 ايام ما يمكنش تقدر تصباغ ودير هذاك الشيء كلشي وهي اي لي سبيسياليست فاش كوف لي زيكستنسيون ولا بوز نتاع لي زيكستنسيون قرات على هذا الشيء البنت باش حتى الا درتي لي زيكستنسيون وبغيتي تديري شينيون ما يبانلكش داك لي زيكستنسيون من هنا بغيتي ديري كوت شوفال ما يبانلكش داك لي زيكستنسيون بغيتي تلعبي بشعرك يعني هي كتحط لك لا بوز بروفيسيونيل في الراس ديالك. هادي من جهه اخرى البنات تصنتو مزيان عندنا كي قلت لكم لوفر ديال غلامور اللي فيه اللي اوليو 4500 درهم كاينه 3000 درهم بلا بوز كذلك البنات غادي تسولوني فين هاد الشيء خليكم معايا غادي تسولوني فين هادشي غادي يكون في كريستيان جيل عند رجاء في الصالون عندها البنت غادي تكون واجده ان شاء الله نهار الاثنين غادي تبدا لا بوز ديجا خدات دي رونديفو بوغ الاثنين والثلاث المهم غتكون الاثنين والثلاث والاربعه والخميس والجمعه ان شاء الله فديجا لي كون لي ريزرفاسيون ديال لي بلاص راه ديجا كاينين سكي في الناس ديال مراكش ولا الناس نتاع برا اللي بغا يديروا البوز ديالهم يعيطوا في النمره اللي غادي نحط لكم دابا هادي من جهه ولا دخلوا اللايف غادي تلقاو النمره وتلقاو عاوتاني لاباج الا تلفتو. من جهه اخرى البنات عندكم في باش بالنسبه للسمره يعني السمره عندها لي زيكستنسيون ديالها شهبه كاينين لي زيكستنسيون ديالها الغو كاينين لي زيكستنسيون ديالها كلشي الناس دايره جايبه اون سورت ديال لي زيكستنسيون في جميع اشكال الانواع لي شوفو 100% بيان سور لي زيكستنسيون 100% باش ما يضيعش الوقت وباش كلشي يستغل هذه الفرصه هذه وهذا الكود برومو فالناس اللي عندها دي زيكستنسيون ابيميت ابوموا لهم لي شوفو هذا وهذا 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 بغيتي تعاودي ديري لي زيكستنسيون فانا جبت لكم لا ميور دو شي لا ميور لا تريت ديال لي زيكستنسيون سون تريت فرونسيز عرفتوا فرنسا واوروبا كيفاش كتكون لا تريت ديالهم يعني لي شوفو كيدوزو من عين النفتاحه وخرجوا تيدخلوا من عين النفتاحه وخرجوا من عين ليبرا يعني فريمون سي 100% ناتوريل. حاجه واحده اخرى البنات اللي نعاود ندور في راسي اشنو غادي تقدروا تسولوني الا عندكم اي سؤال تواصلوا معايا البنت ديريكتوم راه حطيت لكم النمره ديالها عندكم اي حاجه عندكم لاباج ديالها خذوا الرونديفو ديالكم انا غادي نكون ان شاء الله عندها نهار الاثنين غادي ندير دي ستيكرز في لون اخر باش نهرس اللون ديال شعري اوليو انني نمشي نصبغ شعري وندير دي ميش اشنو بغيت ابخي البنات واحد الحاجه نسيتها اللي بغات تشري لي ستيكرز اللي بغات تشري ماشي لي ستيكرز داك الشعر اللي كتلصق دوك القراصه طق طق داك اللي كتلصق كنديرو دو طون زون طون اوليو دو 1500 درهم بدل 1500 درهم عندكم كود برومو غير 1200 درهم جاهز في لاكولوغ تا هو اللي بغيتي عندها وكذلك في 150 غرام يعني فغيمون اقسم بالله جايبه لكم همزه 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 في لي شوف جست باش
يفرحوا لي لي غلامورات ديالي الزوينين. وتا انا تنبغي فريمون انه البنات ديالي والمتابعات ديالي يستغلوا لي كود برومو، يستغلوا اشاك فوا كنجيب لهم شي حاجه زوينه.